السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الخطة التعليمية التي تتبعها وزارة التعليم، وذلك للدفع بعجلة التعليم إلى الأمام والرفع من جودة وكفاءة العملية التعليمية، وخلال هذه المرحلة العصيبة، مرحلة جائحة فيروس كورونا، فقد اعتمدت وزارة التعليم برنامج التعليم الإلكتروني عن بعد، وذلك لضمان استكمال العملية التعليمية لهذا العام الدراسي وهذا الفصل الدراسي ربيع 2020. وكون جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية إحدى الجامعات الرائدة في هذا المجال والحريصة على مواكبة التطور والدفع بعجلة التعليم إلى الأمام والرفع من كفاءة وجودة العملية التعليمية، فقد قام قسم هندسة النفط بتسجيل سلسلة من المحاضرات الإلكترونية للمقررات الدراسية لهذا الفصل الدراسي، وهذه المحاضرات هي عبارة عن 12 محاضرة شاملة كامل المقررات المقررة لطلبة قسم هندسة النفط. نبدأ الآن مع المحاضرة الرابعة والتي هي بعنوان جاما ري لوج، سرد أشعة جاما. What is gamma ray log؟ ما هو سرد أشعة جاما؟ هذا السرد يعرف على أنه المنحنى اللي يعطينا قياسات تحت سطح الأرض للطبقات اللي موجودة. الطبقات هذه موجودة فيها عناصر مشعة، زي ما نعرفوا عندنا عناصر مشعة موجودة في الطبيعة زي الكربون اللي نحدده فيه في فترة نصف العمر لبعض المستحاثات. هذه العناصر المشعة تبعث في أشعة مستمرة من ملايين السنين. اعتمدت فكرة سرد أشعة جاما اللي هي تم اعتمادها في سنة 1941 من قبل كورنرد ومرسي شلمبرجير على أساس حساب العناصر المشعة اللي موجودة في الطبيعة اللي هي موجودة في التراكيب والطبقات تحت سطح الأرض. هذه الطبقات وهذه التراكيب موجود فيها عناصر مشعة كثيرة، لكن هم اختاروا ثلاثة عناصر مشعة اللي هي الوفرة متاحة أو الغنى متاحة في الطبقات أو القلة متاحة حتحدد لي نوعية الصخر اللي أمامنا، اللي هي البوتاسيوم 40 وعندنا اليورانيوم وعندنا التوريوم. هذا من الثلاثة هم اللي بنوا عليهم فكرة سرد الجاما ري، وبالتالي هم يقوموا بقياس اللي العناصر المشعة الموجودة في الطبيعة في الخزانات النفطية أو الطبقات العادية كدالة في العمق، يعني مع التغير في العمق من السيرفس من النقطة الأولى اللي بدت فيها عملية التسجيل إلى النقطة اللي هي في البوتوم أو العكس من البوتوم إلى عند السيرفس. سرد أشعة جاما يسمى أيضا بسرد الشيل، يعني سرد الطين، لأن ما فيش أي سرد عنده الكمية أو عنده الكفاءة بالتمييز بين الصخور المختلفة وطبقة الشيل زي سرد الجاما ري. فلهذا سرد الجاما ري يطلق عليه أيضا تسمية اللي هو الشيل لوك، يعني سرد الشيل، لأنه يقدر يميزنا الشيل اللي موجود في أي نوع من أنواع الطبقات. يعني كان عندنا طبقة ساندستون أو لايمستون أو دولومايت فيها طبقات رقيقة جدا من الشيل، فيقدر يشوفها سرد أشعة جاما ويقول لي إن هنا عندنا طبقات من الشيل، وبالتالي هو يقيس لي في التركيز الكونسنتريشن متاع العناصر المشعة اللي موجودة في الطبيعة لكن ثلاثة فقط اللي هم البوتاسيوم واليورانيوم والتوريوم. هذا من ثلاثة فقط هنشوفه مع بعضنا اللي هي طريقة العمل، ونشوفه الجهاز من كيف يتركب وشني يعني العمل العوامل اللي حتأثر عليه الاستخدامات متاع سرد الجاما ري. نبدأ على التعرف ما مدى التغير اللي يحدث لما يكون عندنا العناصر المشعة الثلاثة اللي تكلمنا عليها اللي هي التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم في الصخور والطبقات التحت سطحية. الثلاثة عناصر المشعة هي هذه يتم قياسها عن طريق سرد أشعة جاما، وهي تسبب في معلومات مختلفة عن الصخور الرسوبية. يعني كل صخر رسوبي حنتحصلوا على معلومات مختلفة عن الصخر الثاني، يعني عملية الديفلكشن، عملية الانحراف،
نتيجة لوجود العناصر مشعة هذه الثلاثة في الساندستون يختلف على اللايمستون يختلف على الشيل، فكل واحد عنده نتائج ومعطيات معينة تخلينا نعرف أن الصخر هذا عبارة عن ساندستون أو هذا عبارة عن لايمستون أو هذا عبارة عن شيل. بالنسبة للكربونيت روك، احنا عرفنا أن الصخور الرسوبية تنقسم إلى قسمين، عندنا صخور اللي هي كلاستيك وعندنا الصخور الكربونيت. الصخور الكلاستيك زي الساندستون زي السيلتستون، هذه الصخور الأنواع اللي هي متاع الكلاستيك، والصخور الكربونيت زي اللايمستون زي الدولومايت. احنا تكلمنا على الصخور اللي هي تمنا اللي هي تشكل لي خزان نفطي. في صخور الكربونيت وجود اليورانيوم والتوريوم والبوتاسيوم له دلالات لأشياء معينة. لما نلقوا عندنا اليورانيوم موجود في صخور الكربونيت اللي زي اللايمستون أو الدولومايت، هذا يعني إن احنا عندنا مؤشر لوجود الفوسفات، عندنا مؤشر لوجود المواد العضوية الأورجانيك ماتر والستادولايتس. المواد العضوية هنا الأورجانيك ماتر يشيروا بها يعني الغنى متاعها يحدد لي هل عندنا احنا بيئة كانت فيها ممكن ان هي تكون للهيدروكربون او لا. يعني الاورجانيك ماتر مهمه لينا، لا علاقه بصخور القاعده او لا علاقه بتكون وجنريشن للهيدروكربون. بالنسبه للتوريوم حيعطيني المؤشر اللي موجود فيه هل هو زياده او نقصان على وجود الكلي كونتنتس، على وجود محتواه من الكلي، هل عنده فيه محتوى عالي من الكلي او لا. هذا نبغى نعرفوه خاصة لما نتكلم على صخور كربونيت لايمستون او دولومايت. احنا نتكلم هنا على صخور ريزوفار خزان، وبالتالي يهمني نعرف لو عندي نسبة من الطين او من الكلي موجودة او لا، لانها حتأثر لي تأثير مباشر في المسامية متاعي. النقطة الثالثة البوتاسيوم، او العامل الثالث العنصر الثالث هو البوتاسيوم، هيحدد لي الكلي كونتنت زي عملية التوريوم، لكن اضافة لي هيوريني الريدو اكتيفيتي ايفابورايتس. عندنا حيوريني الريدو اكتيفيتي هل الإشعاعية اللي موجودة في التكوين عالية او لا. لازم نعرف نقطة معينة ان الديفلكشن لما يعطيك هاي جاما ري هيعطيك لسببين، يا اما يكون عندك عناصر مشعة اللي هي زي اليورانيوم والتوريوم والبوتاسيوم، او قد تكون في وجود الاملاح، خاصة لما يكون عندي طبقة للريزوفار لو في وجود الاملاح هتعطيني ريدو اكتيف عالي. فبالتالي بنعرف العناصر الريدو اكتف هذه هل هي فعلا بوتاسيوم توريوم يورانيوم او ان هي عبارة عن مثلا زي الملح اللي هي السولت. وعندنا الايفابورايت اللي هي العناصر المتبخرة، نبو نعرف العناصر المتبخرة. علاش؟ لان العناصر المتبخرة حتسبب لي في نقصان او ديكريز في المسامية متاعي، لان هذه كلها تعتبر مواد لاحمة وحتغطي لي، لو تخش في المسامات حتقلل لي من المسامية اللي بالتالي تعكس لي على النفادية. بالنسبة لصخور الكلاستيك اللي هي زي الساندستون، في الحالة هذه لو تلاحظوا عندنا التوريوم وعندنا البوتاسيوم، يعني في الساندستون حيتكون في عملية وجود لليورانيوم بصفة ضئيلة جدا أو قد تكون absent، لهذا تم إلغائها بالنسبة للكلاستيك. بالنسبة للتوريوم، التوريوم حيعطيني مؤشر على وجود الكلي اللي هو موجود داخل الطبقة هذه الكلاسيك اللي هي ساندستون واللي هي حتكون صخر خزان، وتوريني الهافي مينرالز. هي الهافي مينرالز مهمة جدا باش نعرفوا الكومبوزيشن متاع المعادن اللي موجودة داخل التكوين متاعنا. البوتاسيوم حيعطينا مؤشرات على وجود المايكا وعلى وجود المايكروس كلي، وايضا على وجود الفلدسبار. يعني لو تلاحظوا كل عنصر من العناصر الثلاثة الموجودة عندنا التوريوم بوتاسيوم اليورانيوم، هذا يعني احنا لما نجيو بنسجله نقدر نسجله اكتر من كيرف، يعني اكتر من منحنى، عنده منحنى له علاقة بالبوتاسيوم، منحنى له علاقة بالتوريوم، ومنحنى له علاقة باليورانيوم، وعندنا المنحنى الرابع اللي هو يكون افريج ويعطيني اللي هو الجاما ري الكلية كحاصل من بيناتهم، نقدر نتحصل عليهم يعطيني متاع الشخص المسؤول على اليونت لو يبي يعطيني 4 او يبي يعطيني سرد واحد، هذا يعتمد على نوعية الداتا اللي انت تبها، لان التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم في حد ذاتهم يستخدموا في اشياء اخرى لها علاقة بالخواص الفيزيائية الاخرى. بالنسبة للشيل روك اللي هو مهم جدا، لان قلنا احنا على سبيل المثال لما كنا نتكلموا على المحاضرة الماضية spontaneous potential قلنا واحدة من اهم العناصر اللي هي تسبب لي في عملية اللي هي اقفال الدائره باش يبدا عندي ستاتيك بين الليكويد جانكشن والممبرين بوتنشن اللي هي عمليه الشيل. لو الشيل مش موجود
واحدة من العمليات حتكون مش موجودة، وبالتالي قلنا أن أكثر من 99% الشيل حتلقاه موجود في معظم الطبقات. بالنسبة لليورانيوم حيعطيني مقترحات على الصخر المصدر، يعني يقول لي أن صخر المصدر هذا متاعنا هل هو صخر لي علاقة مثلا الأوريجينال متاعها كان كربونيت، هل الأوريجينال متاعها كان كلاستيك، فهذا يفيد للجماعة الجيوكيمستري اللي هم يعطيهم انديكيشن، بالإضافة للتحاليل اللي قاعدين يديروا فيها زي الروك إيفال والفيترينايت والأشياء الأخرى. بالنسبة للتوريوم حيوريني الأماونت أوف ديتريتال ماتيريال، يعني يعطيني مؤشر على وجود المعادن الفتاتية اللي موجودة في التكوين بالنسبة للشيل. البوتاسيوم حيوريني الكلي تايب، يعني نوعية الكلي، مش محتواه من الكلي، لا الكلي هذا أيهم. احنا بالنسبة للشيل نقوله عبارة عن طين، بالنسبة نقوله للشيل نقوله طين، وبالنسبة للكلي طين، لا عندنا الشيل وعندنا الكلي وعندنا المار اللي يختلفوا على بعضهم، فنبغى نعرفوا النوع من الكلي، لأن نوعية الكلي بالنسبة للمهندسين البتروفيزيائيين لما يجوا يديروا عملية الاناليسيس ويديروا في شيء ما يعرف بالكوانتي ايلان اللي هو احد ستيج نمبر 2 اللي هي موجودة في برنامج التكلوب، لازم يعرفوا الكلي كونتينتس اللي موجودة شن هي، شن نوعية الكلي اللي هنا موجودة عندي، لان كل كلي يختلف بيطلع لي نتائج تختلف في عملية التحليل على الكلي الاخر. ايضا عناصر المايكا اللي موجودة في التكوين بتاعنا. إذا بمعرفتنا البوتاسيوم والتوريوم واليورانيوم عرفنا أن كل صخر يختلف عن الآخر. في الكلاستيك رأينا أن موجود عندنا التوريوم والبوتاسيوم، في الشيل عندنا اليورانيوم والتوريوم والبوتاسيوم، في اللي هو الكربونيت عندنا التوريوم واليورانيوم والبوتاسيوم، وكل واحد من العناصر هذه أعطاني شيء يختلف على العناصر الأخرى على الصخور. يعني لو تلاحظوا الليتولوجي يختلف، حتختلف التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم في النتائج اللي هي حتعطيها لنا، أو الدلائل والمؤشرات للأشياء اللي هي موجودة داخل التكوين. How it is work، طريقة العمل. طريقة العمل بالنسبة لسرد الجاما راي احنا قلنا ان هو هيقيس العناصر المشعة اللي موجودة في التكوين، لكن كيف حتتم عملية القياس؟ عندنا مصدر، المصدر هذا حيبعث أشعة أو طاقة جاما راي عالية حتدخل داخل التكوين وتصير لها عملية انتشار، وترجع الطاقة هذه لكن حترجع بمستويات متباينة. يعني انت بعت طاقة عالية من الجاما راي، لما تخش الأشعة هذه بتاع الجاما راي بتبدأ تشوف في العناصر الثلاثة اللي موجودة وما مدى التركيز اللي موجود للتوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم على حسب التكوين اللي موجود، باش تعطيك أشياء تعكس لك أن هذا التكوين عبارة عن لايمستون، هذا عبارة عن دولومايت، هذا عبارة عن ساندستون، هذا عبارة عن شيل، هذا الشيل فيه نسبة عالية من العناصر المشعة، هذا الكربونات فيه نسبة مثلا متوسطة، هذه ممكن يكون دلائل على وجود أملاح، فهذا اللي بيعكس لي عند الديتكتور، عند اللاقط يتم التقاطها، وعند السطح حتعرض لي أشعة الجاما راي، أو لو احنا نبو حيعطينا أشعة جاما راي بروحها، ويعطيك التوريوم بروحها والبوتاسيوم بروحها واليورانيوم بروحها، يعني يقدر يعطيك أربع كيرفات أو يقدر يعطيك كيرف واحد عبارة عن ناتشورال جاما راي. وعندنا احنا أنواع حنتعرف عليها بالنسبة للتولز متاع الجاما راي. إذا الجاما راي حتخش حيصير لها باسنج، حتمر خلال التكوينات اللي هي موجودة للصخور الرسوبية المختلفة اللي اتكلمنا عليها زي الساندستون واللايمستون والدولومايت، تصير لها عملية سلو داون لأن هي حتفقد الطاقة متاعها نتيجة لي إن هي شن بيعكس لها للداخل، هل هو توريوم او بوتاسيوم او يورانيوم، تصير في بعض منها تصير لها عملية امتصاص، وبعض منها حيرجع وتم قياس الطاقة متاعنا. هذا كله حيكون كدالة في العمق اللي هو التغير في العمق متاعنا. حيعتمد بشكل اساسي عملية التهوين او الاتنويشن اللي صاير لأشعة الجاما على الدينستي متاع التكوين متاعنا، يعني كل ما كان التكوين اللي امامنا دينستي عالية، الماتريكس موجودة أعلى، فهذا حيصير عملية تهوين أكثر، لأن حتكون في فرصة لوجود العناصر الثلاثة التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم. كل ما كانت الدينستي متاعنا أقل، كل ما كانت في عندنا حبيبات وبورز، حتقلل من احتمالية وجود العناصر الثلاثة اللي هي التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم، وبالتالي حتعطيني لو جاما راي. ولاحظوا هذا شيء واضح في لما قلنا عندنا زي ما حنشوفه كلين ساند، ولما يكون عندنا شيل، لما يكون عندنا شيل حتعطينا هاي ديفلكشن على اليمين،
ولما يكون عندي ساند حتكون ما يعرف بالكلين فورميشن او المينيموم، وبالنسبه للشيل حيكون عندي الماكسيموم او اللي هو الشيل اللي هو بيز لاين حنتعرفوا عليه. The less dense formation لما تكون الكثافة أقل هذا يعني إن حتعطيك exhibit more radioactivity than dense formation even though حتى لو كان حتى في حالة ما كان عندنا عندنا نفس ال quantity يعني كان عندنا نفس الكمية من العناصر المشعة اللي هي موجودة في الوحدة. إذا لما يكون عندنا less dense يعني الكثافة بتاعنا تكون أقل حتورينا العناصر المشعة اللي هي موجودة في الدنس اللي هي formation حتكون دائما أكثر. ولهذا لما تكون عندنا density formation يعني كثافة التكوين عالية هذا يعني إن هي في فرصة أكثر لوجود العناصر المشعة الثلاثة اللي موجودة، أقل منها حيكون في الطبقات زي sandstone وlimestone هي عبارة عن بورس formation. وعند الأهمية في قياس الجاما راي لو لاحظوا هذه عندنا مقطع يمثل لي أحد الصخور اللي موجود عندنا ولتكن صخر الخزان، لاحظوا إن هنا كانت نسبة الشيل اللي هي باللون اللي هي الجرين نسبة كبيرة، ولو كل ما أنت تمشي في مكان تشوف عملية التغير في كمية الشيل اللي موجودة في بين الحبيبات وبين البورس. لو تلاحظوا هنا كان هنا حتى البورستي بتاعنا تعتبر نوعا ما جيدة، عندنا بورستي ما فيها الشيل، في مناطق فيها شيل، حجم الحبيبات كيف يتغير، الكمية متاع الماتريكس هنا عندنا كمية أكبر من الكمية اللي موجود. لو تلاحظوا هنا عندنا الجاما راي انكريز يعني احنا السرد أو الديفلكشن متاع السرد متاع الجاما راي حيزيد بالاتجاه هذا. لو تشوفوا في المثال اللي أمامنا هذا اللي هي الجاما راي تقاس بوحدة الـ ABI American Petroleum Institute، فعندنا هنا الديفلكشن متاع الجاما راي لما يكون عندنا شيل يسموا فيه اللي هو الماكسيموم او ما يعرف بالشيل بيز لاين اللي هو اعلى قراءة تحصلنا عليها بالنسبة للجاما راي في السرد هذا، ولما تكون اقل قراءات هنا حتكون ما تعرف بالكلين او المينيموم ونقدر نحطه خط وهمي ويسمى ب اللي هو الساند بيز لاين. لو تلاحظوا ان الجاما راي من الزيرو الى المية بالنسبة للسكيل، وفي بعض الاحيان تلقاها من الزيرو الى المية او من الزيرو الى الميتين على حسب الطبقات اللي موجودة والغنى بالشيل، يعني كل ما زادت الشيل كل ما زاد الديفلكشن كل ما بيزيد معانا السكيل متاعنا. لو تلاحظوا هنا هنا في البارت هذا تكلمنا وقلنا هذا عبارة عن شيلي ساند، شيلي ساند لان عندنا نسبة من الساند اللي هي باللون الاصفر هي الماتريكس، وعندنا جزئية منها اللي هي باللون الاخضر اللي هي تمثل لي الشيل، فبالتالي هذه طبقات عبارة عن شيلي ساند يعني انتربت بين الشيل وبين الساند. وكل ما نجو هنا نلاحظوا ان اللون الجرين اصبح هو للطاغي وبالتالي المنطقة هذه اصبحت شيل. عملية الشيل الزيادة فيه او النقصان هذا يتحكم فيه عملية بيئة الترسيب يعني depositional environment. لو كنت انت في بيئة ترسيبية هادئة فتتوقع ان يكون عندك شيل، لان الشيل خفيف الوزن ياخد وقت طويل باش تصير لعملية دوبوزيت وينزل، فبالتالي تلقى الشيل موجود سواء كان في البيئة الانتقالية او الشيلو مارين اللي هي البيئة الضحلة البحرية. ايضا نلقوا فيه بحد الانهار سواء كان انواع الانهار هذه مايندرينج ولا بريدت، فتلقى انت الطمي هذا او ما يعرف به اللي هو تصير لعملية الفلودينج، فهذا حيكون يعني اللي هو اللون الغريني هذا حيكون شيل، فتلقى انت مناطق فيها ساند ومحاطة بمناطق من الشيل او مناطق الساند وشيل مختلطة مع بعضها على حسب المكان اللي تصير فيه عملية الترسيب. فبيئة الترسيب حتتحكم لي بشكل اساسي في النوعية الطبقات اللي حنتحصل عليها، اللي هي هتكون بيور ساند هتحصلوا على ريزوبار كويس. هنا يعني لو نشوف الصافي متاع الساند او الصافي متاع الخزان حيكون قليل مش حيكون كتير، لان نلاحظوا ان الجزيئات اللي هي ما فيها الشيل مش بالدرجة الكبيرة. هذا باش يعتبر الفوليوم اوف شيل اول نقطة في عملية انك انت تقوم بعملية تقييم للصخر متاعك، لازم تعرف كمية الشيل اللي موجودة هنا بين الطبقات وتقوم بحسابها باش يتم ابعادها من الحسابات. يعني لما نجو هنا بنحددوا الريزوبار او صخر الماكمن حتكون في الجزئية هذه، ممكن يكون عندنا صخر ماكمن لان عندنا مسامات وعندنا امكانية انها تصير عملية اكوموليت تكدس للهيدروكربون، لكن لما تجي لهنا هذه اصبحت امبوسيبل ان يكون عندك انت صخر خزان، هذه اصبحت يتم
يعني تكون في الجروس، لكن بالنسبة لما نجول النت باي النت ساند فمش حتكون هنا عندنا أي نوع من الساند. الشكل الموضح أمامنا يورينا الجهاز اللي مستخدم في قياس سرد أشعة جاما. هذا هو الجهاز، فيه لاقتين، اللاقت لقياس اللي هي الاتنويشن، عملية الاضمحلال اللي هي تصير من الطاقة. الطاقة حيتم بعثها حتمر داخل التكوينات ويصير لها عملية تهوين وتصير لها عملية امتصاص، تعتمد بدرجات مختلفة. الدرجات هي تتحكم فيها وجود كل من العناصر المشعة ثلاثة ونسبة التركيز متاعهم اللي هي موجودة في التكوين. لما تكون نسبة التركيز عالية حتصير عملية امتصاص أكتر وعملية تهوين أكتر، لما تكون عندها النسبة أقل حتقل متاع أشعة جاما. فبالتالي في تكوينات زي طبقات الشيل نلاحظوا انها حتكون نسبة الديفلكشن اللي تصير في الجاما ري حتكون عالية، باعتبار ان التركيز بالنسبة لي العناصر الثلاثة اللي هي التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم حتكون بشكل كبير لما تكون عندنا الطبقة متاع الشيل. ولما تكون عندنا الطبقة عبارة عن لايمستون او ساندستون او دولومايت حتصير عملية تناقص. التناقص هذا حيعتمد على نوعية التكوين. نوعية التناقص اللي بيصير في الساندستون يختلف عن التناقص اللي بيصير في اللايمستون في الدولومايت، لأن كل واحد يختلف. يعني اللايمستون يعتبر very low، أكثر منه بشوية حيكون الساندستون وبيناتهم حيكون الدولومايت. يعني طبقة شيل هذا باش هو يعتبر لايتولوجي لوك ويسمى بالشيل لوك، لأنه حيميز لي الشيل، لأن الشيل التركيز للمواد المشعة موجودة بكميات كبيرة، لدرجة أن ديما تلقاه الجاما ري يعني ما تلقاهاش في حدود الـ40 فقط مثلا ولا 50، لا توصل حتى للـ100 والـ150، الديفلكشن حيجي عالي جدا. بينما الطبقات اللي هي تكون خزان نفطي وتكون مثلا ما فيهاش ما تحتويش على نسبة عالية من الشيل حتكون دائما 30 35 20 وتضمحل حتى توصل حتى ل 10 بالنسبة للجاما ري. هذا يعتبر على كمية الشيل اللي موجودة. لو لاحظنا الصورة الماضية كيف ان عندنا الشيلي ساند، لما يكون عندنا الشيلي ساند تتوقع ان هي حتكون شحنتها في درجة عالية، حتكون يعني اقل من 30 الى بين 30 الى 25 بالنسبة للجاما ري. اما لما يكون عندي مثلا زي الطبقات اللي هي تكون عبارة عن شيل مش حتكون يعني النسبة بسيطة، حتلقى النسبة كبيرة 80 100 120 توصل حتى 150 حتكون عالية. اذا هذا الجهاز مبين امامنا، لو تلاحظوا نقدروا نتحصلوا على كيرف واحد بس للجاما ري، او نقدروا نتحصلوا على اربع كيرفات. كيرف الاول لي كأن توتال للجاما ري، وعندنا بالنسبة للبوتاسيوم، وعندنا بالنسبة لليورانيوم، وعندنا بالنسبة للتوريوم. يعني نقدر نتحصلوا على الأربعة، لأن التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم أيضا يستعملوا في أشياء تانية. يعني سرد الأشعة جاما من الأشياء الرئيسية متاعها نحن نستخدمه فيه في حساب نسبة الطين اللي موجود في التكوين، أيضا نستخدمه فيه باش يديرلنا عملية ديبت كنترول. يعني إحنا الرأس متاع الحفر يقوم بعملية الحفر، وعندنا سائل الحفر اللي هو ماشي في دورة من عبارة عن الأتناك جاي داخل في داخل البير، تلقاه من الأتناك إلى داخل البير وترجع عبارة عن دورة مسكرة. يطلع معاه شنو؟ هذا يطلع معاه في الكاتينج. الكاتينج سامبل عبارة عن جزيئات صغيرة من الصخور، تتم عملية الديسكريبشن غادي يعني الوصف متاعها الجيولوجي باش نعرف نوعية الطبقات اللي موجودة في البير. باش نتحكموا في كل عمق جاي منا اللي هي العينات هي، لازم يكون عندنا سرد الجاما ري. لان لو احنا نديره في ديسكريبشن يعني الوصف ونقول ان الطبقه اللي امامنا ساندستون، لو نشوفوا سرد الجاما ري ولقيناها ما هي ساندستون مورينا اشعه جاما ري ان هي عاليه نتا في ان هو عباره عن شيل، هذا يعني ان احنا عندنا شيفت، وهي تحدث دائما تكون في عباره عن شيفت يعني نتا في الاعماق. فبالتالي يستخدموا فيه ان هم يتحكموا في العمق متاعنا، يعني نعرفوا بالضبط العمق الحفر اللي هو كان موجود عندنا صحيح بالنسبة للتي دي والمناطق الثانية او لا. فاذا سرد اشعة جاما سرد مهم جدا، وتلقى اكثر من 99% من الابار اللي موجودة في العالم محفورة تلقى عندك رن لسرد اشعة جاما. عندنا اختلافات وعندنا انواع تول مختلفة من السرد الجاما حنتعرفوا عليها، لكن لازم تلقى السرد الجاما ري موجود، لان حيديروا بيه كوروريشن، يديروا بيه عمليه الدبت كنترول. عندنا العديد من الاستخدامات بالنسبه لسرد اشعه جاما. تايب اوف جاما ري لوج، عندنا انواع مختلفه من سرود
الجاما راي، السرد الجاما راي هو واحد، لكن التولز اللي مستخدمة يعناتها تختلف باختلاف الانفايرمنت، يعني البيئة اللي احنا حنقوم بعملية التسجيل. لان عندنا في لما نحفر الابار عندنا ابار فيرتيكال، عندنا هوريزونتال، عندنا بعض الابار فيها تلقاها ووتر بيز مود، بعض الابار تلقاها اويل بيز مود، بعض الطبقات تكون يعناتها صلبة، في بعض الطبقات تحدث فيها انهيارات. فالبيئات تختلف من بير الى اخر، يعني مش كل الابار حتكون عندها نفس البيئة، وبالتالي تلقى في عندنا اختلاف في التول. ايضا تم عملية دائما التطوير، الشركات اللي موجودة في المجال هذا دائما تقوم بتطوير التولز متاعها للحصول على نتائج أفضل دقة من النتائج اللي هي كنت تحصل عليها من التولز الماضية أو القديمة. فعندنا مجموعة من التولز، عندنا ستاندرد اللي هو التوتال جاما راي، ستاندرد اللي هو الاس جي ار او سنجل، نقول ستاندرد او سنجل او توتال اللي هو الجاما راي اللي هو الاس جي ار او الجاما راي. فتلقاه مكتوب هذا في السرد اللي هو موجود، يا اما تلقاه اس جي ار او تلقاه عباره عن جي ار. وهذا شو معناته؟ يعني سنجل او ستاندرد جاما راي، وعندك اللي هو التوتال جاما راي. هنا حيكون عندي 1 كيرف، كيرف واحد فقط حنتحصل عليه، وهو يعتبر اللي هو الشائع في العاده يكون موجود في معظم الابار اللي هي موجوده مستخدمه. ميزته انه هو يقيس في الجاما راي الموجوده اللي هي صاير عملية أخذ المتوسط من الثلاثة عناصر المشعة اللي هي التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم، يعني كأنك أنت واخد عملية الأفرج بيناتهم الثلاثة توريوم بوتاسيوم يورانيوم وعاطيني 1 كيرف، وهذا يستخدم على نطاق واسع. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الناتشورال جاما راي سبكتروميتر، هذا اللي هو الـ NGS. هذه المهم جدا أنك أنت تركز في الاختصارات اللي موجودة، لأن الكودز هذه مهمة جدا في المجال اللي نستخدمه فيه اللي هو عملية البتروفيزيكال. لأن ما تلقاش كاتب لك ناتشورال جاما راي سبكتروميتر، لا تلقاه كاتب لك NGS، فتعرف أنك أنت يقصد بها النوع هذا بالنسبة لسرد الجاما راي. هذا حيقيس لك الجاما راي التوتال زي اللي وريناها في المثال متاع اللي فيها رسمة الجهاز، ويعطيك الكونسنتريشن، يعني يعطيك 4 كيرف، حيعطيك الكيرف بتاع التوتل وكيرف للبوتاسيوم والتوريوم واليورانيوم. هنا حيعطيك 4، فيكون هذا المطلب جاي من الشركة اللي هي الاونر متاع البير هذا، لانها تبي المعلومات هذه باش تستخدمها في عملية اناليسيس تانية، مش بتروفيزيكال فقط، لا بتروفيزيكال وعمليات اناليسيس تانية داخلة فيها عملية سرود الابار. النوع الثالث اللي هو الكمبيوت جاما راي، هذا عبارة عن CGR Compute Gamma Ray، يعني هذه الجاما راي اللي تم حسابها المحسوبة، وهنا حتقيس لي الجاما راي اللي هي موجودة من البوتاسيوم ومن التوريوم فقط، ومش موجودة فيها اليورانيوم. وهذه تندار على نطاق واسع لما يكون متأكدين من أن التكوين اللي موجود عندنا اللي هو الساندستون. احنا تكلمنا لما قلنا يكون عندنا الكلاسيك اللي هو الساندستون، اليورانيوم حيكون فيه ضعيف أو يكون فيه absent. فبالتالي لو أنت عندك علم وعندك يعني معلومات كافية جيولوجية عن المنطقة، أو مثلا في أبار متاع حقول نفطية اوريدي اندارت قبلها يعني جاما راي، وعارفين ان التكوينات اللي موجودة عندها عبارة عن ساند وشيل، فيقول لك احنا الأفضل ان ناخذ الكمبيوت جاما راي باش نتحصل على نتائج لا علاقة بالساندستون أكثر من المناطق الثانية. جاما راي لوج يوزز، استخدامات الجاما راي. استخدامات الجاما راي، عندنا بعض الاستخدامات بالإضافة للاستخدامات اللي شرحناها فيما سبق. عندنا Identified Clean Formation، احنا شو معنى Identify؟ احنا نعرفه أو نميزه وجود الطبقات النظيفة. ماذا يقصد بالطبقات النظيفة؟ طبقات الساندستون أو اللايمستون أو الدولومايت، يعني الطبقات اللي هي ما تكونش فيها نسبة كبيرة من الشيل، لأن هذه الطبقات هي اللي تمثل لي صخر الخزان. واحنا قلنا ان عملية الفوليوم اوف شيل كالكوليشن، يعني عملية حساب نسبة الطين الموجود داخل التكوين، اولى الخطوات في عملية البتروفيزيكال اناليسيس، في عملية التحليل البتروفيزيائي لمعرفة الكميات اللي حتأدي الى معرفة نوعية وجودة الخزان النفطي. تاني شيء correlation between wells، احنا تكلمنا في المحاضرة الماضية على الاس بي، وقلنا يقوم بعملية correlation، لكن لما يكون معاه
سرود أخرى، وأشرنا أن سرد الجاماري يعتبر أفضل سرود ل أن هو يدير عملية الكولوريشن. معظم الكولوريشن الكروس سكشنز والكولوريشن المضاهاة بين الآبار تلقاها تتم بصفة أساسية بيزد على استخدامهم لسرد الجاماري، لأن الجاماري حيوضح لك وين فيه الشيل، وين فيه الساند، أو وين فيه اللايمستون، أو وين فيه الدولومايت، وبالتالي تقدر تدير عملية مضاهاة وين موجود عندك أنت صخر الخزان، وين صارت له عملية فقد، أو صارت له عملية مثلا إيروجن، أو صارت عملية أنكونفورمتي، وين رجعها من جديد. فهو يستخدم على نطاق واسع في عملية الكولوريشن. ايضا عمليه determination of bed boundary تكلمنا اشرنا عليها في spontaneous potential، وقلنا ان بالنسبه للاس بي ما يقدرش يميز اللي هو الباوندري شاربنس اللي هي موجوده، بينما بالنسبه للجاماري اي تغير يصير داخل التكوين ان كان عندنا ساندستون او لايمستون او دولومايت وتحولت الى جزئيه من الشيل حيتم حسابها مباشره، لانه يعتمد على التركيز نتاع المواد المشعه. لو عندك طبقه رقيقه من الشيل 2 فيت 1 فيت 3 فيت، كل هذا مع التركيز اللي موجود فيها على طول حيقدر يميزها من ضمن 200 قدم من ساندستون او لايمستون. النقطه الرابعه من الاستخدامات evaluate of shale content within a formation، يقدر يقيم لك نسبة الشيل اللي موجودة في التكوين، وهي ما يعرف بالفوليوم اوف شيل اللي هو الفي شيل اللي حنتعرفوا عليه في محاضرة اللي هي الكالكوليشن بتاع الفي شيل. يقدر يطلع لك النسبة الموجودة بتاع الشيل انك انت تحتاج انك تعرفها، لانك تبي تعرف قديش كمية اللي موجودة في الشيل، فنقدر نستبعد الكمية اللي هي تكون من الصخر الخزان فيها كمية كبيرة من الشيل، هذه حنستبعدها ان هي تكون حامل الهيدروكربون، لكن حنركز على المناطق اللي هي مش حتكون فيها نسبة كبيرة من الشيل. حيتم وضع ما يعرف بالكتوف، الكتوف يعني تلقى في حقل معين يقولك والله الكتوف هنا عبارة عن 30%. ما معنى 30%؟ يعني أي نسبة من الشيل أعلى من 30% فلا تعتبر هذه الطبقة طبقة خزان، وأي طبقة عندها نسبة شيل أقل من 30% فيتم حسابها على أنها طبقة خزان، حتى لو في نسبة من الشيل اللي هي 30%، لكن هو يشوف فيها لو عندك 200 قدم وعندك فقط يعني 30 قدم فقط هي هذه اللي تمثل لك شيل، فهو 70 it's enough بالنسبة له هو أن هو يمثل له صخر الخزان. depth control وأشرنا لها، قلنا أن لما يطلع اللي هو سائل الحفر، واحدة من وظائف سائل الحفر اللي هو بيطلع لك الكاتنج، بالإضافة أنه هو يدير عملية تبريد لرأس الحفر ويساعد في عملية الحفر ويساعد في عملية تماسك جدار البير، فإن المضي طلع لنا الكاتنج. الكاتنج هي حيكون في جيولوجي غادي operation geologist ياخذ الكاتنج هذه، تكون عندها عينتين واشد وان واشد، واحدة حيتم غسلها وتنظيفها وتجفيفها ووضعها في كيس والبيانات اللي بتكون عليها، والاخرى حتكون زي ما هي ويتم وضع العمق بتاعها، لكن العمق دائما حصير فيه عملية شفت، يعني ممكن هو الكاتنج انت اللي واصل عندك عند عمق 7200، بينما لو تشوف الجاماري ممكن تلقاه عند 7000 مثلا 198، فهنا تبدأ انت تعدل في المعلومات اللي هي موجودة عندك باش تكون مطابقة اللي هي موجودة عندك في سرود الآبار. Factor affecting gamma ray log، العوامل اللي تأثر لي في سرد أشعة جاما من ناحية الأداء، من ناحية القراءات المتحصل عليها، من ناحية التركيز متاع الأشعة جاما هل هي تعطيني الأداء اللي هو المطلوب منها أو لا. في بعض العناصر عندنا 5 نقاط أساسية، عندنا البور هول سايز اللي هو الحجم متاع البير، كلما زاد الحجم متاع البير قل الأداء بالنسبة للجاما ري، لأن يعني لما يكون عندي البير محفور ب 12 أو ب 17 إنش هذا يعني أن التول متاع الجاما ري بياخد فترة أطول باش يبعث الأشعة الجاما تخترق التكوينات وتعود مرة تانية، ونشوفه ما مدى عملية الامتصاص، قداش الطاقة صارت لها امتصاص، قداش عندنا طاقة صار عملية attenuation تعكس لي اللي هو التركيز متاع العناصر الثلاثة اللي هي موجودة في التكوين اللي هي التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم. ف
فبالتالي كل ما صغر اللي هو الحجم متاع البير كل ما كان أفضل بالنسبة للأداء متاع أشعة الجاما. احنا هنا نتكلموا على الأوبن هول. الجاما راي على فكرة يتم تسجيلها في الاثنين، سواء كان الأوبن هول أو كان في الكيسد هول، لكن يفضل إن هو يكون في الأوبن هول. عندنا الدريلينج فلويد دينستي، الكثافة متاع سائل الحفر. في بعض الأحيان الحفار الدريلينج مان أو الكمباني مان المسؤول على البير يضطر انه يخلي الفاسكوسيتي اللزوزة متاع سائل الحفر عالية جدا، لأنه قد يكون فيه مناطق فيها غاز أو مناطق فيها يعني فاريبل بالنسبة للبرشر، تغير في الضغط، فيحاول انه تكون اللزوجة متاع سائل الحفر عالية، وبالتالي يسبب ضغط على الغاز أو الهيدروكربون اللي موجود لوطة، أو يخاف انه هو تكون عنده بعض الفراكشرز أو بعض الجزيئات اللي هي ممكن تسبب له في عملية بلو أوت. هذه حتأثرنا سلبا على بالنسبة لسرد أشعة جاما، لأن الفلود لما تكون الدنسيتي متاعها عالية هذا حيسبب عملية تهوين لأشعة الطاقة اللي احنا الجاما ريل بنبعتها، وبالتالي القراءات قد لا تكون يعني في المستوى المطلوب، ما تكونش دقيقة بالشيء اللي هو احنا طالبينه. فيفضل ان سائل الحفر يكون معروف اللزوجة متاعها وهل يقدر يدير عملية رن للجاما ريل او لا. النقطة الثالثة الفورميشن بالك دنسي، وتكلمنا عليها، قلنا ان الكثافة متاع التكوين حتأثر لي سلبا على عملية الاتنويشن بالنسبة للجاما ري اللي بنبعتوها. اهل الهند نحن العديد من الماتريكس والحبيبات اللي موجودة في التكوين، يعني دنس فورميشن، في امكانية او في افاليبيليتي انك انت تتحصل على التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم، لان هي هذه العناصر هذه مش حتكون موجودة في الهواء، العناصر هذه بتكون موجودة في الماتريكس في الحبيبات، وكل ما كان الفورميشن دنس كل ما كانت فرصة وجود التوريوم والبوتاسيوم واليورانيوم موجودة أكتر. كل ما كان الصخر بورس يعني عنده مسامات كل ما حتقل نسبة الوجود بالنسبة لهذه العناصر. وبالتالي لو تلاحظوا لما يكون عندي الشيل الكثافة متاعها عالية جدا، وبالتالي غني بهذه العناصر اللي هي التوريوم بوتاسيوم اليورانيوم، يعطيك هايلي ديفلكشن على اليمين يعني توصل ل 100-150 او اكثر. بينما الكلين فورميشن اللي تكلمنا عليه، لما قلنا كلين فورميشن هنتكلم على الساندستون، نتكلم على اللايمستون، نتكلم على الدولومايت، تعتبر هذه الثلاثه اللي هي صخور خزان نظيفه. فنشوف الديفلكشن حيكون على جهه اليسار، حيكون اقل ما يكون يعني يوصل 10 5 15 20، حيكون يعني منخفض، وبالتالي فان الكثافه حتعكس لي سلبا على عمليه الانحراف اللي حتصير في سرد اشعه جاما. التول بوزيشن ريليتيف تو ذا بور هول، موقع التول متاع الجاما ري هل هو في السنتر وبالتالي حيكون محاط بسائل الحفر، وبالتالي يعني حتكون العمليه بتاخذ وقت اكثر، بتصير عمليه اتنويشن خاصه لو الفاسكوسيتي اللي هو اللزوجه متاع او الكثافه متاع سائل الحفر زي ما تكلمنا في النقطه الثانيه كانت عاليه. هل هو انت واخذ مثلا رابط معاه ذراع شبيهة بذراع الكاليبر اللي تكلمنا عليها في متاع الكاليبر، قلنا بعض التولز يستخدموا ذراع واحدة للكاليبر، هذه الذراع ما تستخدمش لقياس الراديوس اللي هو نص القطر متاع البير، لا تستخدم لتثبيت التول هذا على جدار البير تلصقه زي الجاماري، وبالتالي لما يكون لاصق على جدار الجاماري حيبعت الأشعة الجاما تخترق التكوين. أيضا حيقوم بريموف كان عندك المد كيك ولا كان عندك الانهيارات متاع الشيل، وبالتالي حتمشي الأشعة الجاما إلى داخل التكوين وترجع بالطاقة اللي هي المفروض الأساسية باش نعرفه هل عندنا تركيز في العناصر المشعة الثلاثة أو كانت عبارة عن clean formation أو عبارة عن ender bed، يعني زي ما ورينا في المثال السابق شيلي ساند. الدريلينج فلويد كومبوزيشن اللي هي التركيب الداخلي لسائل الحفر، احنا سائل الحفر عارفين ان هو يتكون من بانتونايت سي ام سي صودا اش، يعني هذه كلها مواد كيميائيه. المواد الكيميائيه زي الاملاح وغيرها بطبيعه الحال هي تعطي اساسا هايلي ديفلكشن، يعني تعطيك غنيه بالمواد المشعه، يعني الاملاح صودا اش سي ام سي البانتونايت هذه كلها فيها عملية تعطيك طاقة للإشعاع، فبالتالي لو أنت الكومبوزيشن بتاعك عالي جدا حيعطيك ديفلكشن أعلى من هو الحقيقي، يعني ممكن أنت الديفلكشن بتاعك يوصل 80، لكن لو التركيب بتاع الفلود بتاعك فيه نسبة عالية من الأملاح والمعادن اللي هي تعطيك ظاهريا أن عندها عناصر مشعة قد يعطيك إلا 100-150،
وهنا ممكن يصير في خطأ في بعض المناطق، مثلا المفروض ان هي تكون clean formation تعطينا 10 20 30، لا نلقوها اعطيتنا 40 45 وهي المفروض تعطينا اقل، فهنا يتم الخطأ، نقول لا هذه ما هيش clean formation، هذه ما هيش لا علاقة بصخر الخزان، بينما هي صخر الخزان لكن نتيجة لسوائل الحفر التركيب الداخلي بتاعها وجود عناصر اعطتني في ظاهريا وجود عناصر مشعة وديفلكشن خلتنا نتغاضوا على بعض الطبقات اللي هي تنفع تكون صخور خازنة أو مكامن نفطية، فبالتالي النقاط هذه لازم نحطوها في الconsideration تاعنا في الاعتبارات تاعنا ويتم التأكد منها قبل ما تتم عملية الinterpretation عملية التفسير للسرود وقبل ما تتم عملية اللي هي الanalysis بالنسبة لعملية تقييم جودة الخزان. Typical gamma ray response، الاستجابة بالنسبة لسرد أشعة الجاما الذي يكون في الحالة الميتالية عند مجموعة كبيرة من اللي هي الصخور والمعادن، قد تم أخذ هذه القراءات عند اللي هي هذه الصخور والمعادن وبالتالي عندنا قيمة معينة بالـ ABI اللي هي اليونت اللي تستخدم في قياس اللي هي الجاما ري. لو نلاحظوا اللي هو التابل اللي موجود أمامنا، عندنا في الكولم الأول حيمثل لي اللي هو التايب، عندنا هنا تكون بيور اللي هي مينرال، على سبيل المثال عندنا الكالسايت CaCO3 وعندنا هنا الدولومايت ذرة المغنيسيوم لما حلت محل الكالسايت وأصبحت عندنا اللي هي تحولت من لايمستون إلى اللي هي الدولومايت وعندنا اللي هي الكوارتز. لاحظوا أن الـ ABI هنا حتكون زيرو، يعني الديفلكشن بتاعنا اقل ما يكون يعني على خط اللي هو الزيرو، فيري فيري لو لما تكون في معدن الكالسايت او الدولومايت او الكوارتز او اللي هي في الصخور اللي تكون عندها المعادن هذه بشكل كبير والتركيز بتاعها عالي. ايضا لو تلاحظوا الثانيه اللي هي الكومن لايتولوجيز اللي هي بعض اللي هي انواع الصخور اللي هي موجوده بكثره زي مثلا اللايمستون، لاحظوا ان هي حيعطيني الجاما ري بتاعنا الديفلكشن بتاعنا على اليسار منخفض جدا من الخمسة الى العشرة، يعني هو في ما نلقوش ديما بين الخمسة والعشرة، ممكن يزيد شويه او ينقص اقل شويه، لكن هذا هو في الحاله الميتاليه او التيبيكال. عندنا الدولومايت اكثر اعلى قليلا من اللايمستون، يعني احنا لما نجو نشبحو فيري لو فاحنا حنعرفوا ان احنا عندنا هنا عباره عن شني اقل واحد هو لايمستون مش ساندستون. ان في العديد من اللي هي الطلبه او المتخصصين اللي يشتغلوا في المجال هذا يعتقدوا ان لما يكون عندنا الديفلكشن فيري لو هذا يعني ان احنا عندنا بيور ساند، لا لما يكون عندنا فيري لو من 5 الى 10 هذا عندنا اللي هو لايمستون، لو كان عند الزيرو فممكن يكون معدن الكالسايت او الدولومايت او الكوارتز. اذا من 5 الى 10 عندنا لايمستون، من 10 الى 20 يعني الديفلكشن بتاعنا قاعد ضعيف بالاي بي اي بتاعنا هذا يعطينا اللي هو الدولومايت، اكثر بكثير بين ال 10 و 30 هذا هو الساندستون، الشيل حيعطيني فيري هاي يعني من 80 الى 150 وحتى توصل حتى اكثر من هيك. عندنا الاورجانيك ريتش شيل يعني عندنا طبقه شيل لكن غنيه بالمواد العضويه فبالتالي حتعطيني فيري هاي يعني تقريبا الى بلس 200 من ال 150 الى 200 يعني هذه اوفر حتى السكيل، في العاده سكيل من 0 ل 150 او اللي هي ال 200 على اعلى تقدير، لكن لما يقول لك من 150 الى 200 فبلس هذا يعني انه حيكون عندنا اوفر سكيل من اللي هو السكيل الموجود عندنا. الايفابورايت المتبخرات ايضا فيري لو بالنسبه لما نلقوا الهالايت ولما نلقوا الانهيدرايت واللي هي جيبسيوم فيري لو، والسبب الرئيسي لوجود اللي هو لو تلاحظوا هنا الكالسايت موجود بكثره في اللي هي المواد هذه، ومواد المتبخرات يعني زي اللي هي الصولت والانهيدرايت والايفابورايت معروف ان هي تعطيك فيري فيري لو بالنسبه لي اللي هي الجاما ري. ايضا عندنا زي بعض المعادن الثانيه زي الكارنيلايت، عندنا اللي هو البايولايت، كل هذه حتعطينا مرتفعه جدا لما نقول ان هي 500 هذه هي الاوفر سكيل بالنسبه للاي بي اي، يعني تعطينا فيري فيري هاي. في اللي هي تعطينا لو ايضا زي السالفر ايضا تعطينا فيري لو، ايضا في عندنا زي المايكا والفيلدسبار حتكون من 100 ل 170. لاحظوا ان بعض الايفابورايت معظمها تكون منخفضه وبعض منها تكون مرتفعه جدا، لكن اللي احنا
نحاول نحن دائما نقوم بعملية حسابة أو هو التركيز أكثر شيء حيكون على اللي هي الطبقات هذه زي اللايمستون والدولومايت والساندستون والشيل، باعتبار أن هذه هي تمثل لي صخور الخزان أو أيضا زي الشيل اللي تمثل لي صخور المصدر. هذه اللي نبو نعرفوا القيمة اللي هي الديفلكشن اللي صاير فيها بالنسبة للجاما راي، أو لما نستخدم الجاما راي في عملية الكولوريشن أو في عملية جاما راي بريزنتيشن، عملية عرض اللي هو سرد الجاما راي زي ما تكلمنا على سرد سبونتينس بوتنشال اللي هو الفرق الجهد الذاتي، وتكلمنا على الكاليبر وعرفنا ان هم موجودين في اللي هو التراك نمبر 1. ايضا بالنسبة للجاما راي موجود حتى هو في مع اللي هو الكاليبر ومع اللي هي السبونتينس بوتنشال وايضا اللي هي البت سايز موجودين في اللي هو التراك نمبر 1. لو تلاحظوا هنا عندنا البت سايز اللي هو الريفرنس بتاعنا اللي نستخدمه فيه بتاع الكاليبر لخط الزيرو بالنسبه للكاليبر، هذا لو تلاحظوا هذا البت سايز هذا هو اللي حفرنا به اللي هو السايز بتاعه هنا من 6 الى 16 سكيل اللي حاطينه هو تقريبا هنا عباره عن 12. لاحظوا ان الديفلكشن لما يكون على اليمين بالنسبه للبت سايز حيكون اللي هو اللارجر دان البت سايز، ولما يكون على اليسار تكون سمالر دان اللي هي بريزنت بتاع المد كيك او اللي هي سولو انهيارات بالنسبه للشيل. لاحظوا الجاما راي بتاعنا من الزيرو هنا الى كانت ال 150 بالاي بي اي، لاحظوا هنا عندك لو هذه 10 يعني عندك 150 على ال 10 عندنا 15، فهنا في المنتصف تقريبا 75، لاحظ هنا اقل من 75 يعني في الستينات مرتفعه جدا وارتفعت الى عند السبعينات، انخفضت ايضا لو تلاحظوا الى عند ال 15، فهنا هذا على اشاره او دلاله ان ممكن تكون في عند هنا يا اما لما نقول احنا 15 ممكن تكون عباره عن ساندستون او اللي هي الدولومايت، فهذه الطبقه احتمال كبير تكون اللي هي عباره عن ساندستون وهي عباره عن بيرميبل اللي هي طبقه نفاذه. لو تلاحظوا لنا في بريزنت للي هي الطبقات متاع اللي هي المد كيك او سمك للكعكه الطينيه. الاس بي في العاده ما نحطوش فيه في التراك 1 في تراك بروحه زي اللي بنشوفه فيه هنا، لان هنا عباره عن تراك نمبر 2، لكن هو في العاده يكون موجود في نفس المكان. في العاده لما يكون عندنا الجاما راي ما يكونش ما يتمش عرض اللي هو الاس بي، لان هما الاثنين يعطوا في تقريبا نفس اللي هي الخواص ونفس الاستخدامات، في بعض الاستخدامات تختلف على الثاني، لكن هما عندهم بعض الاستخدامات هي كومنت يعني او هي عباره عن شائعه بيناتهم الزوز زي اللي هي الحدود بتاع الطبقات زي المضاهاه بين الطبقات زي عندك اللي هي حساب اللي هي نسبه حجم الطين في التكوين، هذه كلها هذه الاثنين. لكن مثلا في اختلاف سبونتينس بوتنشال يستخدم فيه ان هو حساب مقاوميه الماء الار دبليو، الجاما راي ما تستخدمش فيه حساب اللي هي مقاوميه الماء، وتعرفنا على الاستخدامات بتاع كل من فرق الجهد الذاتي واللي هي سرد الجاما راي. لاحظوا هنا لو تلاحظوا في اللي هو الارتفاع نفس الارتفاع اللي صاير هنا بالنسبه لي اللي هي اعطتني طبقه الشيل نفس اعطتني في اللي هي الجاما راي. ايضا لما صارت عمليه الديفلكشن التغير لاحظوا التغير لاحظوا هنا كيف اعطانا ان هي لو هذه ممكن تكون ساندستون، بينما في الاس بي لاحظوا كيف اعطانا اللي هو وريناها في المحاضره السابقه اعطتنا اللي هي ساندستون، لكن رجعت من جديد ممكن فيه اللي هو something بالنسبة للشيل و something آخر بالنسبة للشيل وانخفضت مرة تانية. فهنا لو تلاحظوا هنا هو غير أكتف بشكل كبير بالنسبة لي اللي هو التن بيد، بينما هنا لاحظوا أورتنا عندنا طبقات ما زالت أقل في الديفلكشن، يعني ما زال فيه يعني تقدر تقول هنا طبقات بسيطة من اللي هي الشيل او الكلي، بسيطة حاجة بسيطة، لكن هي في النهاية كلها عبارة عن طبقة ساندستون. ولاحظوا كيف رجعت مرة ثانية هنا في طبقة اللي هي ممكن شيلي لايمستون، ما نقدرش نقول الشيل لأنها ما وصلتش حتى لل 75، ورجعت مرة ثانية وانخفضت مرة ثانية. لو تلاحظوا تقدر تحطوا لو هم موجودين في نفس بعضهم حتشوفوا التغير اللي قاعد يصير. في العادة هذه اللي هي السرود لما ما تكونش برنت اوت تكون موجودة على سكرين تكون ملونة بألوان تختلف، الجمرية يعطوها اللون الأحمر، الاس بي تقعد مثلا بالأسود، عندك الكاليبر هذا بالداشد، البت سايز يعطوا فيه اللون الأزرق، وبالتالي نقدر نشوفه التغير اللي صاير في التكوينات ما وتعطينا انديكيشن على الأشياء اللي هي موجودة تحت سطح الأرض. لو تلاحظوا كيف أن مكملين لبعضهم، لما درنا مضاهاة بين اللي هو spontaneous potential وبين اللي هي الجاما راي لاحظنا كيف المعلومات اصبحت تكمل في بعضها وتعطيني ان هي النتيجه اللي هي مرجوه. هنا عرفنا ان احنا عندنا completely sandstone، اما بالنسبه للسبي لو تلاحظوا
ما فيش هذاك الكوروريشن الكبير، اعطاه جزئيه ان فيها ساندستون وجزئيه اخرى اعطاه فيها شيل، لكن احنا وي بليف او ان احنا نصدقوا اكثر بالنسبه للجاما ري، لان الجاما ري التغير اللي تصير فيها بالنسبه لطبقات الشيل اكثر بكثير نتيجه ان احنا نحسبه في اللي هو اشعاعات اللي جايه. هنا نصل الى نهايه هذه المحاضره والتي كانت بعنوان جاما ري لوج سرد أشعة جاما. نلتقي مع المحاضرة القادمة والتي ستكون بعنوان Volume of Shell، حساب حجم الطين في التكوين. أعزائي الطلاب، نرجو منكم تدوين كل الملاحظات والأسئلة بخصوص هذه المحاضرة وعملية الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق الحضور إلى مكتب الجامعة، وذلك لعرض الأسئلة والرد على كل الاستفسارات والملاحظات من قبلكم. شكرا على حسن استماعكم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.